أراك عزيزي برج الحمل تجتهد روحيا، وهذا عادي لأننا في هذه الوضعية. أعتقد أننا كلنا نعود ونلجأ إلى الطاقة السماوية الربانية الكونية كل البشرية. وخا أراك يعني مجتهد جدا روحانيا. أرى كذلك عزيزي برج الحمل أنك أنت البهجة دائما، أنت الفرح دائما، يعني يستحيل أن تكون حزين أو أن تكون غاضب لمدة طويلة. يعني ليست يعني طبيعتك هو أن تكون دائما بخير دائما، يعني تحاول أن تبحث، أن ليس أن تبحث، تعود إلى هذا التوازن الجميل. كارتات جميلة بزاف. أنت تحب الجمال، أنت عزيزي برج الحمل. لا تنسوا أنها قراءات للإناث والذكور، رغم أني أتكلم مع النساء أو أقول أنت أو لا تبالي، هي قراءات للذكور والإناث. أنت عزيزي سيد قصرك الطاقي، أنت أمبراطور هذا القصر الطاقي، تفهمون يعني ما قلته سابقا. يعني أنت تجتهد كثيرا روحيا لأنك تبحث عن سلامك، وفي نفس الوقت تبحث عن هذا التوازن الجميل. أنت سيد قصرك، أنت سيدة قصرك الطاقي. تحب الحياة الجميلة، تحب السعادة، تحب الكلمات الجميلة، تحب الألحان الجميلة، تحب الأغاني الجميلة، تحب ربما هذه الأفلام الجميلة الراقية الكلاسيكية ديال الأبيض والأسود المصرية، أو نعم المصرية الجميلة والأجنبية كذلك، يعني التاريخية وهذه الأشياء الجميلة. أصر، أنت جميل، والله كل ما خلقه جمال، لأن الله جميل ويحب الجمال، وكل ما خلقه الله جميل، وأنت جميل جدا، أراك جميل روحيا، طاقيا، عقليا، فكريا، عزيزي برج الحمل. لديك الكثير لتقدمه للآخرين، من إحساس، من مشاعر نبيلة ورقيقة، من خير، من حب، بالإضافة إلى أنك لا تستسلم أبدا. دائما تبحثين أو دائما تبحث عن السعادة في كل شيء، في أبسط الأشياء، وتبعث كذلك التفاؤل والإيجابية للآخرين، لكل من حولك. أنت تحب إسعاد الناس، وكذلك تسعى دائما وبإيمان قوي جدا وكبير إلى تحقيق أحلامك وأمنياتك. فيما يخص الجانب العاطفي، أنت ربما تتساءل وتريد معرفة مشاعر هذا الحبيب. ربما أنا لا أرى هنا لا خصام ولا انفصال، لكن ربما هذه كارت الذكريات، ربما حدث انفصال أو خصام بينك وبين هذا الحبيب، وأنت تتساءل هل يشتاق إلي كما أشتاق إليه، هل يفكر في كما أفكر فيه، هل يعني تسأل هل طاقتك هي نفس طاقته، وهل يعني هل يحبك بقدر ما تحبه أنت. وأنا أقول لك عزيزي وعزيزتي، أقول لكما، ما تنسوش أني أخاطب الذكور والإناث، لذلك لا تهتم إذا كنت أقول عزيزي عزيزتي، أنت جميلة، أنت لا يهم. واخا، افرح، افرحي، اضحكي، اضحكوا، ارتاحوا، استرخي، لأنك في جو سماوي هادئ روحاني جميل، وأنت ربما تجهل ذلك. هذه الكارتات الجميلة التي أراها، وذات الروحانية العالية، حتى أني لا أحتاج إلى المزيد من الكارت، وأنا كنت وجدت جوج ديال يعني أنواع الكارت لكي أدرس الطاقة جيدا، لكن لا أحتاج. مهم، لا أدري ماذا سأفعل. نواصل. أنت ربما تجهل أنك تسبح أو تطير أو تحلق في جو سماوي هادئ جميل، سماوي هادئ رباني روحاني، لذلك تقول لك هذه الكارتات الجميلة، اسمح للهدوء والسكينة الربانية. شوف على كارتات ومتتالية، ما شاء الله عزيزي برج الحمل. اسمح للهدوء والسكينة الربانية الإلهية السماوية تصل إلى قلبك، اسمح لها بالدخول إلى حياتك،
ارسم ابتسامة تفاؤل، ابتسامة محبة إلهية، ابتسامة إيجابية. أشكر الكثير من الشكر والامتنان والحمد لكل ما يحيط بك، للأشياء التي تراها والأشياء التي لا تراها. تواصل مع الكون، تواصل مع الله، ولا تنسوا أن الصلاة يعني صلاة هي صلة، هي تواصل، تواصل مع الله. دعاء، الدعاء كذلك صلاة. سترى كيف ستأتي الأشياء بطريقة سحرية. لماذا؟ بفضل هذا التواصل. هذا الحبيب أراه أنه يحتاج إليك، يحتاج إليك، نعم. وهناك جملة يرددها دائما، يقول: أحتاج إليك يا حبي، أحتاج إليك يا حبي، أحتاج إليك يا حبي، I need you my love. هذه الكلمة يرددها، قد تكون أغنية لا أدري، لكن يرددها ويفكر، طبعا يفكر فيك ويقول يعني روحيا، يشتاق إليك روحيا ويردد: أشتاق إليك يا حبي، أشتاق إليك يا حبي، بحزن وقوة ومهم. هذا الحبيب أراه يعاني عاطفيا، يعني عاطفيا أراه ضعيف، ضعيف، ضعيف جدا، لذلك يردد هذه الجملة: أحتاج إليك يا حبي. هذا سيكون عنوان هذه القراءة: أحتاج إليك يا حبي، خاصة إذا كانت طاقتك كما وصفتها في البداية، هذه الطاقة الروحانية، اللجوء إلى الله، وهذه السكينة والهدوء الجميل، وهذا الاجتهاد الروحي والروحاني. وهذا يؤثر على الحبيب طبعا، لأنه يحتاج، أنت طاقتك عالية بزاف. استغفر الله يا ربي. الحبيب: بعد المطر يظهر قوس قزح، بعد الدموع الابتسامة. هذا الحبيب يحتاج للكلام معك، بعد صمت طويل ومعذب، بعد مرحلة سوداء. نعم، لذلك هذا الحبيب يعيش مرحلة سوداء، لذلك يكرر هذه الجملة أنه يحتاج إليك. لكن أنا أرى أن بينك وبين هذا الحبيب، أرى هنا لقاء سحري. أنت وهذا الحبيب ستسبحان في نهر الحب أو في بحر الحب، أنت وهو. شوفوا على كارت كم هي جميلة. وهذه كذلك تتكلم عن تحقيق الأمنية، وتتكلم عن الحب الروحي والروحاني والصافي والنقي. غادي نشوف لكم ما هي الرسائل. الملائكة النشوة الروحية، إذا كانت هذه طاقتك كما وصفتك، فأنت الآن تعيش في نشوة ومتعة روحية رائعة عجيبة، أنت في تواصل سحري مع الله والخالق والكون، ما شاء الله. وهذه تتكلم عن الذكاء السماوي، الذكاء الرباني. طبعا إذا كان لديك تواصل مستمر مع الله وتتكلم مع الله والكثير من الدعاء، فأنت تعيش نشوة روحية، لأن وعيك عالي وذكاؤك يعني سماوي، يعني أنت قريب، قريب من الله. وهذه الكارت، الرسالة تقول: الأمل، لا تفقد الأمل أبدا. شوفوا على كارت، تشوفوا على الصورة، يجب أن خصكم تشوفوا هذه الصورة الجميلة، صورة السلام، الوئام، يعني ما قلته في السابق، سبحان الله، يعني
أنت تسمح تفتح، وإذا لم تكن تفتح فافتح الباب، افتح الباب لهذه الطاقات السماوية الجميلة وهذا الهدوء والسكينة التي تكلمت عنها من قبل. والآن فيما يخص أنت والحبيب وهذه الرسائل، كن صبور أو كوني صبورة، امنحي لهذا الحبيب فرصة بدون لوم ولا عتاب. فنحن الآن يعني في هذه الوضعية التي نعيشها عامة البشرية، يجب أن يعم السلام والمحبة بدون لوم ولا عتاب. أنت بالنسبة لهذا الحبيب شمعة في قلبه لا تنطفئ أبدا، بل شمعة تكبر شعلتها، وشعلتها أكبر من حجم هذه الشمعة البيضاء. دعوني أقول لكم أن هذا الحبيب يمر بفترة مظلمة في صمته، في وحدته، لذلك أرسلي له دفئك، دفء الروح ودفء قلبك الحنون. أن هذا الحبيب يردد هذه الكلمات: أحتاج إليك يا حبي، أحتاج إليك يا حبي، أريدك بجانبي، أريدك بقربي، أريدك معي، أحتاج إليك، أحتاج إلى حنانك. هذا الحبيب يتساءل: هل تسمعني؟ هذا الحبيب يتكلم معك روحيا قبل النوم. هذا الحبيب يناديك: يا ملاكي هل تسمعني؟ لأن شوقه، شوقه نار. هذا الحبيب يقول لك: يا حسنائي الجميلة. وإذا كنت رجل، هذه الحبيبة تقول لك: يا أميري، يا ملكي. هذا الحبيب يقول لك: أنت، أحتاج إليك يا بدر البدور. أرجوكم سجلوا هذه، لأن هذا الشيء، هذا يعني ما أراه، أراه يعني من خلال قراءتي التقية والروحية لهذا الحبيب. أحتاج إليك يا بدر البدور، أحتاج إليك يا حبي، أحتاج إليك يا ملاكي، أحتاج إليك يا أميري. بالنسبة للرجال، للذكور: أحتاج إليك يا ملكي، أحتاج إليك يا حسنائي الجميلة. هذا الحبيب يردد هذه الكلمات، هذه الجمل. لماذا يحتاج إليك هذا الحبيب؟ لأنه ربما نادم، وما أراه الجواب الصحيح هو أنه يشتاق. نادم، نادم لأنه لم يفعل ما يجب أن يفعله، وهذا البعد جحيم ويريد الرجوع إليك. لذلك عزيزي عزيزتي، قم بتفعيل طاقتك السحرية السكينة، الهدوء والوئام السماوي. ابعثي له نور روحك، روحك الجميلة، ابعثي له هذا النور، ذبذباتك، وستفتحان مجال دنيوي للحياة، في الحياة. واخا، هذا من جهة، لكن من جهة أخرى اسمحي للهالة النورانية أن تكون أصغر، تفهمون يعني هالة نورانية. شوف مش حال كل ش... مش حال دي الهالات أرى هنا. اسمحي لهذه الهالة النورانية أن تكون أصغر، كل يوم أصغر أصغر أصغر، لكي تجمع يعني وأنتم بداخلها، لكن الهالة كبيرة واسعة. لذلك تفهمونني ياك ما أريد أن أقوله، اسمحوا لهذه الهالة أن تصير أصغر، شوفوا أن تصير أصغر شوية بشوية، وأنتم بداخل هذه الهالة لكي تكون، لكي يتم التوحد، توحد العاشقين الحبيبين. وبالتالي هذه أفعال، يعني هذه تفعيل الطاقة الروحية، يعني الأشياء التي لا نراها، وبالتالي هذه الأشياء ستتجسد في الحياة، ستفتحان مجال كما قلت في حياتكم، يعني الهالة الدنيوية. تفهمونني ولا لا؟ نعم ياك تفهمونني. المهم، الكون
عادل، والله أرحم الراحمين عادل، والحياة ستجمعكما لأنها كانت عجيبة وخاتمة جميلة جدا. خاتمة، غادي نشوفكم نصيحة أخرى، خاتمة ماشي غير جميلة بل سحرية، سحرية سماوية لم تتوقعها مع هذا الحبيب. سأرى هذه.